اللي غيبيع دابا مورا العيد خمسة راه غيبيع قريب 100 في هذه 200 بياسه الثمن ديالها نقولوا بالجمله تدير 20 درهم تبارك الله عليك الجمله 20 درهم بغيتي انت بتقصد كتزيدي شويه نقول لك 30 درهم صافي كدير هنا كتبقاي غدا مرتاح صافي ملي تكون الطوموبيل سخونه مبرده يعني راه مبرده شتو اللي حاسبه دابا يعني هو مكانه وديكوراسيون في بلاصه ما غتحط ديكوراسيون عاديه هذا زوين هذا كيتحط هكا وكيتعلق لك في التازين وراه الاشاره هذا الصغير هذا الصغير كاين القياس الكبير ديالو هذا القياس الكبير بحال داك الشكل القديم ديال شحال هكا لفتي دير غير بياسه 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 دير واحد 1000 درهم توكا الله هذا واعر في ساعه هنايا زوين ولا ديكوراسيون زوينه هذا جد مناسب بدا يتباع في المحل السيده اللي تبيع في الطاوله السيد اللي تبيع في الطاوله خدام وتيبغي يعاون كاين دابا لي جون دراري 14 عام 16 عام كتبغي ديري لها ديكوراسيون ديال من المحل ديال الصحراوي المحل الخاص ببيع الجمله وتحت طلبكم ولا حتى التقسيط كنرحب بكم متابعي قناه اسيوس ويد منى وكنتمنى دائما تكونوا كاملين بخير وعلى خير دائما تنقول لكم الناس ديال المحل دابا غنقولها غتلقاو في الاخر ديال لا فيديو المحل الخاص ببيع الجمله ودابا كي قلت لكم تحت طلبكم ولا حتى التقسيط يعني بغيتي غير بياسه ولا جوج ولا ثلاثه غير حسبها لك بثمن جد مناسب سي الصحراوي الله يبارك فيك ومرحبا مرحبا بك الله يبارك فيك الله يخطيك راه كيف ديما كيف كنعودوكم راه دائما كاين الجديد تبارك الله عليك والسلعه راه باثمنه يعني جد مناسبه وكنشكر المتتبعين ديالك يعني راه اغلبيه تيجيو المحل الناس راه تقداو واش يستافد من الاثمنه اللي مزيانين يعني راه اغلبيه تيدير لي كومونتير اللي تقداو دار كيدير لي كومونتير تبارك الله كان دي كومونتير زوينين الانسان راه ما كاينش يعني كلشي كيمشي على على خاطرو كلشي كيمشي على خاطرو وصافي ما درتيش هاد القضيه ديال التقسيط مرحبا ما كاين مشكل مرحبا حيت ماشي كلشي كيبغي يبيع ويشري واخا هو صراحه شجعنا بزاف ديال الناس من خلال الفيديوهات الحمد لله يعني دي جون دي فام كاين اللي خدام وكيبغي يدير دخل ثاني فوالا يعني شجعنا بزاف ديال الناس وسورتو حتى السلعه تبارك الله اللي كتجيب لهم يعني كنقول لك تمام دابا فهمتي حيت التغيير هو فين كاين الربح راه السلعه كثيره في السوق ولكن ملي كتجيب شي حاجه مختلفه يعني تيكون عليها اقبال كبير تبارك الله عليك كاين ومرحبا الف مرحبا وحنا هذا لا فيديو هذا غنديروه نحاولوا ياك حنا نحاولوا نشرحوا للناس اللي باغيين يبداو ولا للناس اللي راه ديجا عندهم محلات وباغيين يزوقوا ولا باغيين يطوروا حتى اغلبيه كلشي كيبغي يطور من التجاره ديالو تماما حنا في هذا لا فيديو هذا بصفه عامه غنشرحوا موديلات وفي نفس الوقت غنعطيو معلومات على 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 كيفاش يتباع البرودويات وكيفاش هذا البرودوي هذا غيخدم عندك انت في المحل ولا في الفراشه ولا في ولا كتبيع غير من الدار ولا في الفلاحه ديال الناس فوالا فوالا البرودويات هادو الحمد لله يعني راه فهمتي يعني مطلوبين في السوق تبارك الله عليك ودابا جاي الصيف كاين دابا حتى لي جون مثلا كيبغي مثلا يبدا يبيع يبدا يبيع ويشري يتحرك مثلا 16 عام 17 عام وسورتو تبارك الله دابا هاد المره ملي جيت عند خويا الصحراوي لقيت ان كاين دي زارتيكل بالنسبه ليا اللي ساهلين في البيع ودير هاد الوقيته فوالا دابا الصيف تماما كتكون عامره الدنيا وكتروج القضيه باش عندك فكره يعني ما يمكنش انا دابا حنا هذه ادوات التجاره يعني خصك تمشي موسمي دابا حتى تماما يعني الناس كتجي على برا الناس كتدور يعني هاد بحال هادشي ديال الديكور وهادشي ديال حنا راه تنغيروا في رمضان راه كنا دايرين داكشي ديال الكوزينه تماما داكشي ديال الكوزينه ما يمكنش تجيب الديكور يتباع في رمضان تماما تقلب على داكشي ديال الكوزينه دابا الصيف وهذا يعني خاص شي حاجه ديال الديكور الناس كيكونوا دايروا على هكا في السواحل هادشي كيتمشى غير في جنب ديال الطريق في تماما فوالا السيدات كيف ما قلت لهم اللي عندهم دي مثلا دي باج انستغرام في الخدمه ديالك مثلا كتوريهم مثلا غير في دي فوتو ها انت كاين هذا الارتيكل كاين هذا الارتيكل السيدات كيعجبهم هذا الشيء وتبارك الله شوفوا معايا الشكيلات اللي جاب لكم شي حاجه واعره حنا الميزه اللي عندنا هنايا اللي تنديروها مع الناس كاملين هي راه تيستافدوا منها الناس كنستافدوا منها حنا كيستافد منها اللي غيشري لابياس علاش دابا حنا تنبيعوا هذه بواحد الثمن حنا ما نذكروش اثمنه حنا تنديروا جمله كنبيعوا بواحد الثمن ياك معلوم السيده مثلا دي كارطونه فيها 36 الجمله تدير مثلا 20 درهم مثلا كدير 20 درهم شي الا بغات بياسه غتعاود فيها البيع غتجي عندي غنحسبها لها ب 20 درهم تبارك الله عليك يعني كيتساعد تيتساعد مع المبتدئين ولكن الا كانت تعاود فيها البيع حيت راه كيجيو عندي ناس هنا راه انا عندي هكا فهمت اش بغيت نوصلك تقدر تقول لي راه نبغيها لداري حسبها لها نقول لها لا واخا ما بغيتش نقلقها ولكن راه ما غنبيعهاش دابا الثمن ولكن العكس الا قالت لي غنبيع شوف اللي قدو عليه ننسى رجال اي واحد بغى يبيع ويشري ديجا عنده محل بغى يجرب معنا حنايا باب مفتوح ما كاين مشكل يعني اي حاجه صافي بدا لكم هذيك القضيه ديال التقسيط باش انتم ما تهرسوش على ناس على ناس اخرين يعني مثلا التقسيط تيكون زيد غير بواحد شويه شوف حنا ماشي ديما قل من السوق تماما ماشي كنهرسوا الناس فوالا ولكن حنا ما تنهرسوا حتى واحد وما كننافسوا مع حتى واحد حنا غير ما تنبغوش نخسروا الناس الخاطر ملي كيجيو عندك المحل هنايا تتعجبهم شي حاجه ما يمكنش تبيع عليه بالجمله وواحد مدي عندك مثلا 10 درهم في السلعه وغيترزق فيها الله وواحد مدي غير بياسه شي وغتحسب عليه بثمن الجمله انت راك فهمتي غير هو غيحسب راسه راه خربقتيه تمام يعني ملي غيجي ليه بغى يتقسيط كتزاد عليه 15 درهم 10 درهم
اي بياسه في المحل، يعني ناقصه على السوق ديما ب 30 درهم 20 درهم. تبارك الله عليك. هادشي اللي كاين، ونحاولوا نوريو الناس موديلات. ومزيانين نقول هذه القضيه بالنسبه للناس اللي دائما في ما كنديروا الفيديو كيتقلقوا، لا خصو يقول لنا الثمن. غنعاود نقول لكم راه مشكل الثمن في الجمله ما كيتقالش، يعني اخلاقيا الثمن ديال الجمله ما كيتقالش، غير هو تبارك الله كي قلت لكم السي الصحراوي كيبغي يدير لكم يعني غير ديك لا جونتيس، كيقول لكم كيلكو بري غير باش كتعرفوا. فوالا غير باش كتعرفوا مثلا شحال كتقام عليكم. واحد القضيه، دابا حنا في التجاره ديالنا كنحترموا التجار الاخرين، ما تنديروش ديك التجاره ديال نهز هادي وراه دايره في السوق ب 20 درهم ونجي ندير لها 10 دراهم، حتى حنا ما تنافسوا حتى واحد، حتى نجيو البرودوي تنبغيو نربحوا فيه واش فهمتي سبونسر، تنبغيو الناس تستافد منه. والاخر يقدر واحد انا مدخله غير ب 20 درهم واصل عليا للمغرب هنايا ب 20 درهم وتنبيعو انا ب 25 درهم، بغي نربح فيه 5 دراهم، واحد تعطلي في الديوانه دخلوا وصل عليه ب 1000 ريال هو بايع ب 60 درهم، واش انا فهمت سافو با ديغ انه هو مثلا زاد عليك بزاف، وسافو با ديغ انك انت بغيتي تهرسو. يقدر يكون عنده مشكل، انا ما ندخلش في هذاك الشيء، انا كندير 25 درهم ما غنتفاداش نقول لك دابا في الثمن، يدخل عندي نعطيه الكتالوج ديالي شوف الاثمنه. صوتو حنا كنحطو تيليجرام، حنا كنحطو تيليجرام. تيليجرام احسن حاجه، يعني اللي ما عندوش تيليجرام راه ساهل الحال، يدخل يتيليشارجي بحال هكذا تيليجرام ويصيفط لي انا في الواتساب، ولا هند الاخت ديالي كتكون في المحل، هي كتكون في المحل الاغلبيه فوالا، يصيفطوا لها في الواتساب باش تعطيهم واحد اللين غيكليكو عليه، الاغلبيه ما عرفش تيليجرام غيكليكو عليه. اها اشرح لهم اشرح لهم حيت هاد القضيه، واخا تنقول لهم راه كنحط لكم التيليجرام في صندوق الوصف. كيفاش يتيليشارجيو التيليجرام؟ يدخلوا للبلاي ستور ولا ابل ستور، يكتبوا تيليجرام تيليجرام بحال هكذا، اها غيكليكيو عليها، اها غيدخلوا يتيليشارجيو، صافي ملي غيتيليشارجيو غيعيطوا لنا حنايا غنصيفط لهم واحد اللين، هذاك اللين غيكليكيو عليه غيدخلوا نيشان لاباج غيتابونا بحال الباج فيسبوك باج انستغرام، ديما كيلقاو فيها السلعه السلعه، وديما ملي كنرميو مثلا شي حاجه كنرميو تلوحه تما تيدخل تيلقاوها. تبارك الله، حنا تنلوحو اي حاجه بالشرح وبيدينا، ما تنلوحوش التصاور، يعني واخا السلعه داخله من الشينوا وهذا تنلوح حنا التصوير هكا الموديل بحال هكذا تنشدو تنشرحوه فوالا، ديالك انت فيديو ديالك انت فوالا، داكشي اللي شادين حنايا هو اللي تنبيعو، ما تنبيعوش حاجه اللي فهمتي شنو نوصل لك. تبارك الله، يعني الموديل التصويره في شكل ونحطو الموديل، هذاكشي اللي كاين هو اللي تنبيعو. والله ما يسهل الجميع، والله يسخر الجميع، راه واضح. يعني تما واخا ما كنصوروش، يعني التليجرام دائما كتكون تا اجور، الشخص اللي بغى يبيع ويشري مثلا ولا هذا، وفيه لي بخي. المشكل ديال الثمن هو اللي كنا تندوي عليه، الاثمنه راه كاينين كيف التليجرام، يعني اللي بغى يبيع ويشري راه ساهله، يعني بلا ما تبقاو تقولوا لنا لا خصو يكون الثمن، هذه ماشي فوالا، هذا ماشي محل عادي، هذا ماشي محل عادي، محل خاص بالجمله، وغير حين تحت طلب المتابعات بقاو كيطلبوا، عفاك بغينا حنا بغيتها ارتيكل بغيت جوج، دار لكم تا التقسيط، غير هو تيكون زيد شويه على ثمن الجمله. هذاك الشيء اللي كاين. كيف بدا لك الموديل، راه كاين الموديلات كثار، كاين تبارك الله، هاد المعلومات كيبان لي انا احسن من الموديلات. تمام، عرفتي علاش؟ حيت المعلومات هما اللي غيبيعوا الموديلات، الناس ملي غيشد واحد المعلومه غيقدر يطبقها ويخدم عندي، يشد من عندي انايا ولا يشد عند واحد اخر. شوف اغلبيه الناس تيجوا عندنا هنا المحل تيقول لك رجعوا عندنا المحل وعيطوا لي، راه حنا درنا لك الاستشاره وحتى نكون مشغول بزاف تيعيطوا، انا ملي جا عيطت واحد في المحل تبارك الله قالوا لي في التعال، شوف تنقول لي عيط لي عيط لي مور السبعه تنكون غادي ديك الساعه ولا واقف ولا هذا، كنقول لي عيطي راه نقدر نعطي المعلومه في 5 دقائق ولا 3 دقائق، ما يطولش بزاف. فوالا تيجيو الناس يقول لك انا بحال هكذا كيحط لك هذاك الحمل كامل، تيقول لك انا يلاه غنبدا عندي القدر، عندي 10000 درهم، انا راه فيا ماشي هذاك 10000 درهم، نقول لها شري كامله سلعه، لا تنقول لي قسمها على ثلاثه، دير 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 مثلا ثلاثه، حنا نجيو نقولوا هي 9000 درهم، جات 3000 3000 3000 3000 شري عليها، شري بها السلعه عندي ولا عند واحد اخر، 3000 الوسطانيه تتروج بها، تتروج بها هذيك البرودويات، كدير برودوي تبدل برودوي، 3000 الاخر راه ما كتبقاش، واش انت شنو وصل لك؟ فوالا كتبقى هذيك بحال الرزق. راه شكون قال لك انت ضامن راك كتربح ولا ما تربحش؟ فهمتي؟ راه كلشي راه هادشي يعني في سبيل الله، ما احنا غاديين. تماما. يعني جربت هذيك تجيب برودوي بان لك تطلب في السوق ما تطلبش، هذا هو البيع والشراء. هذيك 3000 الاولى كتجي بها السلعه، 3000 الثانيه كتروج بها، يعني كتجيب بها موديل تقدر ترجع بها الصرف، ضروري خصك باش الصرف تقدر دير بها مثلا اشهر على شله مثلا ادس ولا تخلص عليها فوالا، باش كتروج تماما. غير كمثال حنا طبقها حتى على 300 درهم قسم على ثلاثه ديالك، غير ديما خصك تخلي السكور هو هذاك 3000 الاخرانيه، علاش يقدر الا مشات لافير مزيان قدير غرض وجز من، المهم كتطور من راسك فوالا، ما مشاتش القضيه مزيان راه كتحاول يعني عندك باقي عندك في الاختيار، عندك واحد ها 3000 الاخرانيه بحال ما علاش كيديروا اغلبيه التجار كيديروها على الحريق على السرقه على حتى شي راه فوالا، دائما بلون ا بلون بي بلون سي، ما كنشدوش مثلا فلوسنا كنقولوا حنا كنحطوها في كلها في سله واحده، كاين اللي تيجي بغي يحط تيقول لك انا بغيت نشري هاد 10000 كامله، بنشري بحال هكا، يقول لك بنشري 10000 درهم، شخص اخر يقول لي مرحبا ويبيع لي 10000 درهم كامله سلعه، ماشي على ماشي على ماشي على ماشي على البيع، هو الهدف ديالي انا هو يشدك شويه ويبيع ويعاود يرجع ويشدك شويه ويعاود يرجع،
راه كيبقى خدام معايا سنين، هنا فين كاين الربح؟ تمام. راه الربح راه ما كاينش دابا كيسحب ليهم الناس، دابا كيتربح جدرات، الربح ديك الساعه، الربح راه من هنا، من هذاك السيد تيري يقول كيريح في القهوه وتيقول له والله الا بصح نيت راه تعاملت مع واحد السيد راه الله يعمر ليه الدار وتعامل معايا مزيان، عرفتي اش دار ليا؟ في ديك المدينه. صح. انا غنستافد اكثر من داكشي اللي بات معاه هو. تبارك الله. وتوكلوا على الله ما نطولوش عليها بزاف. المهم ضروري ضروري هادشي كيبغيو يعني الناس سورتو اللي مبتدئين، وكيف ما قلت لكم راه هنايا راه اش غنقول لكم راه ابتداء من صفر درهم. كيف راه هو قال لكم كل شيء غادي يستافد يعني ما عندكش غادي تاخذي مثلا غير تصاور من التليجرام حتى انت تاخذي لا كوموند عاد تجي تقدي السلعين راه كيتسهل مع كل شيء. شباب نساء السيده اللي بغات يلاه تبدا، السيده اللي بغات تزيد الدخل ديالها راه كل شيء غيستافد مع الصحراوي. نبدا مباشره باول موديل بدا هذا حمقني هذا الموديل. هذا راه فيه البوله كتطفى وتتشعل. هذا ديكوراسيون وماكانا ولومب ثلاثه في واحد كتجي هكا على شكل باطو. هذاك السكوير هذاك شنا واحد كامل في اكادير شي كامل كيطانجا كاع البلايستيك باش لون توريس هادشي راه كيتباع 100%. غزال شوفوا معايا راه كتحطها مثلا فوق لا طابل هكا كونسول مثلا. هذه راه خدامه تبارك الله عليك. هانتوما الشكل ديالها واعر كاين غير في هاد لا كولور هي كاين البرونز والدوري. حنا فيها اللوينات اها فيها حتى الكري ديالها اها واش مجبود ولا ما مجبودش. المهم فيها المهم فيها اللوان فيها هاد لا كولور والكري ما وجبتوش كاع تما حتى هو. زوين هذا شوفوا شحال زوين هذا. بدا انا نقرب لكم في لا شومبغ ديال الوليدات يعني هو مكانة وديكوراسيون في بلاصة ما غتحط ديكوراسيون عادية هذا زوين. هذا كيتحط هكا وكيتعلق لا كيتعلق. شوف غزال. المهم هادشي راه كامل فيه تمام مزيان. فوالا إلا بغيتو تعرفوا الأثمنة كاملة كلشي كاين في التليجرام راه شرح لكم. التليجرام ديال الجملة. فوالا ديال الجملة راه شرح لكم الطريقة. راه وقعنا في هذا المشكل تيجيو الناس تقول لا راه شفنا الثمن التقسيط. الناس ديال التقسيط راه ضروري يزيد واحد 15 درهم. فوالا الجملة اللي غيبيع ويشري كيخليو ليه ديك لا مارج فين يبيع ويشري. اللي كيبدا كارطون تنزيدو نريقلو معاه اللي غادي كارطونه فيها 36 هذاك تيكون عاوتاني كينقص ثاني الثمن. علاش حيت مدي كارطونه مدي عليا العدد انا فهمتي. تبارك الله. راه نحيد لي واحد البركه ديال 3 دراهم 3 دراهم حتى هو يقدر يعاود فيها البيع بالجمله ولا هذا. تبارك الله. المهم هذه راه فيها ثمن مزيان حتى هي. فوالا نحاولوا نوريو الموديلات اللي عجبتو شي حاجه يسكرينيها. فوالا نعطيو الثمن ان شاء الله. هذا الموديل هذا بحال التخوفي حتى هو غزال حتى هو بالنسبه لي ديكوراسيون ديال الشومبر ديال الوليدات واعر. هادشي راه كامل فيه ثمن مزيان. هادشي كامل فيه تمام مزيان يعني ماشي اثمنه مناسبه وحنا غنحاولوا نورك شويه على خويا الصحراوي غيقول لنا كلك بخير. هذا جمله هذا جمله نحسبوه ب 46 46 درهم جمله 46 هذا انا نكون نبيعو انا تقسيط نبيعو انا ب 80 درهم كتجي يجي 80 90 كيف ما بغا نبيعو انا هذا ماشي زدت بزاف ولكن على حساب الكليان حيت حاجه كتغطي على حاجه كندوي التقسيط ماشي هنا في المحل كنت انا كنبيع في شي بلاصه اخرى مثلا على حساب لي شارج اللي عندك مثلا اللي كتبيع من الدار ماشي هي اللي كاريه محل ماشي هو اللي عنده الفراشه راه كتحسب لي شارج في كل بياسه. تبارك الله عليك. اها كاين هذا الموديل هذا شوفوا شحال غزال نحاولوا نوريو غير شويه شويه. ها انتم راه التليجرام كاين اكثر من 200 موديل يعني الموديلات القدام اللي كنوريو في الفيديو تما مازال تما باقي متوفرين. تيجي شي جديد راه حنا تنصوروا عليهم باش يكون فوالا باش يبقاو اجور شنو كاين. فوالا كاين هذا كذلك تاهو. شوفوا معايا هذا راه هذه راه كتحيد كدير فيها التصويره ديالك الوسط. فوالا كتعلق التصويره هنايا وفي نفس الوقت راه ساعه كتعمر فيها العمار كذلك كتعمر على حساب فوالا يعني بحال مثلا ديكوراسيون وبلاصه فين كدير التصويره وساعه هذه جامعه ثلاثه في واحد دائما. اها كاين هذه الساعه هذه كذلك شوفوا هادشي عجباتني متاكد ان هاد السلعه هذه لا زوينه سيرتو لا ديكوراسيون. لا تبارك الله يعني اللي غيهز هاد السلعه ويخدم عليها دابا انا تنوريك حتى على شكل بحال هكذا يعني واحد الفراشه ديال 100% درهم ولا مول المحل بغى يزوق واحد مول 1000 درهم ولا 1200 كيبغي بحال هاد ليزارتيكل يزوق بهم سي فري ماشي يهز الفلوس وفي الربح. تبارك الله وهادشي اللي تيقلبوا عليه الناس تماما. كاين هاد الموديل هادو شوف كيفاش كيجيو دايرين هادو ملي غيشريهم عليا السيد انا ولا هادو فيهم واحد 30 درهم حتى 35 حتى 40 درهم ديال الربح. تبارك الله فيهم هادو الربح فهمتي ماشي الثمن ديال الربح اللي يقدر يربح اللي غيشريها. فوالا كاينه هاد لامبي هادي شوفوا الطاقه هادي تاهي لا هادي ماشي بطاقه كتشارج على شكل القديم. دابا هادي شوف على شكل القديم كتعلق هكا شفتو كتزاد وكتنقص حتى في لا لوميير كتزاد وكتنقص. تبارك الله عليك وراه كتشارجا يعني فيها الكابل ديالها كتشارجا بالضو هادي. كاين هذا عايش على بوحدها هذا طاكتيل فوالا شفتو ديال النحاس دابا راه محام ضو ما عمرو غيعطي ولكن كيبان لا كيبان الضو كيتلون شفتو. تبارك الله عليك ديال النحاس هو فيه تمام مزيان خير شيك هذه باش زوينه كتحطها حدا راسك غير كتقيسيها يعني اي واحد يقدر ياخذ هذه. تبارك الله عليك اي واحد يقدر ياخذ هذه ما فيها لا ريسك انه واحد يعني ما كاينش لي ريسك تبارك الله عادي يعني اي واحد يقدر يشد يبيعها.
فوالا قبل ما نكملوا هذاك الراديو الفينتيج باقي كاين اللي كنا بينا في اخر فيديو. راه جاو لي بزاف ديال باقي موجود هذاك باغ شوف. بزاف ديال الشكل فيه. نعاود نوريو هذا كان عجب بزاف السيدات عرفتي شحال ديال التعاليق. ها هو شوفوا معايا كيبان الشكل ديالو بحال ديال العود قديم كيبان. كيكبر منه غير عندي مازال تحت هنايا. وكنتي قلتي لي راه خدام راه ماشي غير ديكوراسيون. لا لا خدام. خدام راديو نيت كيشد نيت لشين وكلشي. هذا مخير هذا. انا غنوريه لكم بالنسبه للناس الجداد واللي بغاتوا بالتقسيط مرحبا يعني راه البيع بالتقسيط وبالجمله الجمله ثمن والتقسيط ثمن الا غتاخذي 10 و20 بياسه ثمن غتاخذي بياسه وحده راه ثمن. ها انتم شوفوا الشكل ديالو كنقول لك هذا جوده ممتازه وراه يعني. الاشاره هذا الصغير هذا الصغير كاين القياس الكبير ديالو هذاك القياس الكبير بحال داك الشكل القديم اللي شحال هذا الدوبل ديال هذا هو ما غاليش بزاف ولكن يعني هذا اللي تحط في شي بلاصه عندها قيمه مزيانه راه يتباع محترم. لا لا غزال حيت دابا هذا ستيل فينتيج هو اللي ولا دابا في لا ديكوراسيون كيفرشوا الناس المنازل ديالهم كتبغي تحطوه هكا في الصالون كتبغي وصوت انا خدام يعني ماشي غير ديكور. والله هو الصوت ديالو صوت راه صوت ممتاز فوالا وكاين حتى الكبير ديالو مراكش غتلقاوه في تيليجرام وتا مزيان يعني تبارك الله عليك الامارات تا مزيان. كاينه هذه ديال الطوموبيل كتحط في طابلو ديال الطوموبيل راه كتخدم غير بالطاقه كديروا فيها الليكيد مدير حنا دايرين لها فيديو غير هذا شنو هي بحال ديفيزور تقريبا بحال فوالا ها كيفاش كتجي راه كتجيني تبداك بحال شي ويل اسونسييل هذيك لا 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 شي قرعه لو بغيتي لا بغيتي انت تعمريها فوالا بحال هكذا راه فيها باش كتلصق فوالا شفتو هي دابا كتوصل شنو هنا كتبقى الدور هذه بحال كتخرج هذيك الريحه اللي خدامه بالطاقه وكنعرفوا حنا الطوموبيله كلها شمس يعني ملي كتحطيها كتبقى الدور وكديري الويل اسونسييل ديالك مثلا الياسمين النعناع الخزامه كاملتي كامل عندنا تبارك الله عليك ديري فيه مزيان كاع حنايا حنا باقيين مكملين في لا ديكوراسيون غير الاشاره عندنا واحد لي زارتيكل ديال العيد الكبير الله يدخلونا بالصحه والسلامه غير بقاو معايا متاكده لي زارتيكل غادي ينفعوكم غير قلنا نكملوا لا ديكوراسيون شوفوا معايا ثاني هذا الموديل هذا انا غنقرب لكم ديال لا فواتور دائما نفس الفكره هنا الصوره ياك كتحط الصوره ديالك كدير غير التصويره ديالك الوسط كتبقى هنايا كتعلق هذه راه كتحيد كتحمق حتى هي هذا واعر فيه ساعه هنايا زوين ولا ديكوراسيون زوينه هذا جد مناسب بدا يتباع في المحل السيده اللي تبيع في الطاوله السيد اللي تبيع في الطاوله خدام وتيبغي يعاون يعني غتمشى ليه هذو من البرودويات اللي تنقول لك حنا تناخذهم راه ماشي هكا كنجيو نشري تبارك الله تيجي على حساب لا سيزون زوينه هاد القضيه تمشيو هكا مع موسميه فهمتي شنو باغي الناس هكا نمشي نطور المنتجه ديالي وبالنسبه لي كولور واش فيه لي كولور هذاك الموديل لا فيه غير هاد اللون هذا اللي مطلوب بزاف لو غري هذا الشيء راه كامل كيجي بواطا يعني السلعه يعني راه كتجي فينيا هكا بالبواتشي بكلشي شي مقاد فهمتي تبارك الله عليك يعني تي الغيبي يبيع بوجهو محمر هذا ما كاينش تبارك الله عليك بالنسبه لهذا الموتور حتى هو باقي متوفر موجود شوفوا شحال زوين واخا تهزوا لهم اخويا ما كاين مشكل سفيان ها انتم شوف شوفوا كيفاش كيجي داير حتى هو بلا بواط ديالو راه لا بواط ديالو كاين دابا لي جون الدراري 14 عام 16 عام كتبغي دير ليه لا ديكوراسيون ديال البيت ديالو احسن حاجه بالنسبه ليا حيت كيكونوا دوك لي زيطاجير ولا البيرو هذا فوالا هاد لي تروفي غير الاشاره هادو انا غندير لكم بحال هكا متوفرين بجوج تلوان لي تروفي يعني في الدوغي وفي لارجونتي كيجيو زوينين هاد لا لامب مثلا حدا راسو ولا فوق البيرو كي قلت لكم هذا هذاك الكيتار اللي وراكم في الاول يعني كاين افكار كثيره بزاف بزاف وبالنسبه لهاد المكانه اللي وراكم قبيله في الدوري ها انتم ها هو لارجونتي ديالها مع البرونز بالنسبه للناس اللي ما شافوش هذه زوينه هذه هي بحال دابا حنا لعبنا على هذا الشيء اللي ديال القديم ولا نرجعوا ليه قديم شويه هاد السلعه راه كامله مستورده ها شنو هي هذه سنادقه فوالا ها انتوما اللي بغات دير فيها شي فلوس شوفوا معايا شي فلوس بغات تخبيها وبغات يدير لخواتها صراحة زوينين هذا شوف كتحطي جوج بحال هكا وحتى كديكوراسيون حيت فيها بحال خريطة بحال ديك لا شاسو تريزور ها انتوما بحال شي خريطة بحال شي صندوق قديم لقيتي فيه لقيتي فيه الكنز شتو تبارك الله عليك غيكون ثمن زوين تنصيفطوها عامرة حنايا ياك كاين هذا تا هو الراديو اي هذا ما كانش داك الوقيته اللي كنا صورنا تا هو عاد جا واش خدام تا هو لا هذا خدام خدام مزيان فوالا هذا من غير الطاقه زوين هذا بلوتوث باش الناس تعرف ان هاد الراديوات اللي عندنا حنايا كاملين صون فيل يعني بلا خيط بلا خيط تيخدموا بالطاقه كاين اللي فيه الطاقه كاين اللي ما فيهش ولكن باش دير الخيط حيت اغلبيه كيقول لك واش باقي بالخيط السلعه كامله عندنا ما كاينش خيط يعني اغلبيه باتري هاد السلعه كامله جديده ديال 2024 فوالا عندك الصوت ديالو راه صوت ممتاز تيكون صوت ممتاز غير درت الساعه كتكون ديشارجي فوالا الصوت ديالو راه صوت واخا تيبان صغير يعني حنا تنلعبوا على الجوده ديال هذا والديكور عجبني يعني مثلا السيده تقدر تحطو مثلا في لاكويزين حداها ولا هذا والا كان الشمس يعني غيخدم لها الطاقه واخا تكون شي بلاصه شي عروبيه ولا ما عندهاش الضوء هذا غير دير هكا شقره خدام تبارك الله عليك
هنا في بلاصه الكلي هنايا الديكور ديالو. المهم واخا تيبان شكل قديم راه فيه هادشي كامل ديال هادشي اللي ولا كيعجبنا صراحه. هذا الشتي الفينتيج هو اللي ولا كيعجبنا. دابا هادشي خدام 100% يعني بلا بوط كيتباعش هكا تيجي بلا بوط ديالو. دابا حنايا تنعطيو فكره على كيفاش شنو الواحد غياخذ شنو غيشري. يعني هادشي اللي تنقول دابا يقدر الا تلفتي دير غير بياسه 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 دير واحد 1000 درهم توكل على الله. بانت القضيه بان لك تضف شي حاجه دير جوج 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 على حساب كل واحد وراس المال ديالو. تماما. وحنايا الا حتى شي معلومه شي واحد حطوا دابا بحال دار لكم تشكيله ياك؟ تنخلط دابا خليطه حطوا دابا هادشي بحال راني مفرشو ولا راني حاطو في شي فيترينه في المحل ولا راني تنبيع في الدار. والناس اللي كتفرجوا فينا مثلا وبغيتوا تبداو شوفوا على حساب لا سيبل ديالكم المحيط ديالكم الخدمه فوالا راه كتبداو تسيبليو ديك الساعه وكتشوفوا السلعه اللي غتمشي عليكم. بالنسبة دابا حنا نبداو هادشي ديال 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 حتى هو ديال الصيف وديال العيد في نفس الوقت. تمام. شنو جاي؟ جاي العيد السفر. فوالا. السفر الناس كي والصهد والصهد دابا كازا راه مبردة ملي كطلع النواحي وهذا راه كلشي سخون. يعني شنو يخدم؟ يخدم هو الفرفارات. الفرفارات وغير ركزوا معايا مزيان غتشوفوا شي انواع واعرة. دابا هادي تتخدم بلا خيط هي باش تعرف راه لابواط ديالها كتجي كيجيب هادشي بلابواط واعر ماشي يعني غير لابواط ديالها شوف كيفاش دايرة. ها انتم اللومبالاج وكلشي شفتوا؟ لابواط ديالها كيفاش دايرة يعني سلعة تبارك الله. ممتازه ما كاينش. انا عجبتني شفت دابا هذه مثلا الناس مثلا اللي ما عندهمش مثلا لا كليم في الطوموبيل ولا لا كليم مثلا ديال الطوموبيل كتمرضهم. انا بالنسبه لي هذه غتبرد مثلا الطوموبيله كامله وتحطها غير اللور وفيها السرعات وبلا خيط. بلا خيط يعني فيها باتري فيها باتري مزيانه فيها بالداخل فيها باتري. تماما. هذه السرعه الاولى هذه السرعه الثانيه. دابا ما تعطيكش ولكن راه لا لا كنحس بالبرد كنحس بالبرد. تبارك الله عليك عجبتني. فيها هذه باش زايده يعني فيها بوله هنايا. الليل مثلا. هذه كتحطها كيف ما بغيتي. شتو تبارك الله عليك. يعني هادو من لي زارتيك صراحه اللي كطير هادي بالنسبه ليا نخليوها خدامه. هادي راه جوده مزيانه جوده مخيره راه باقيه الثانيه ديالها انا غنوريها لكم وباقيه الثالثه كانت وريتها لي الاخت ديالو قبيله غزاله سورتو السيدات في الصيف كيكونوا دايرين مثلا الفولاغ وتيكون الصهد. انا غنوريه لكم للناس اللي مسافرين في الكار ولا ها انتم شوفوا هادي حتى هي راه الناس واش كتبان في الفيديو ولا الحجم راه الحجم ماشي صغيره راه كبيره هادي راه تتهز. ها انتم شفتوا لا كتبان واضحه فيها هنايا بوا هكا فليكسيبل هكا كتحرك كيما بغيتو. عندك مثلا عندك هاد السرعه الاولى الثانيه ها انتم لا كتحسي بالبرد في نفس الوقت راه بغيتي تعال الدار هادشي شنو كتبقى خدامه ها هي كتبقى خدامه وتا هي بلا خيط كلشي كلشي صوفي كلشي بلا خيط باتريات فهمتي هادشي اللي كاين دابا من الطاقه الشمسيه الطاقه اغلبيه كاين اللي فيه الطاقه بحال دابا هادي ما فيهاش طاقه ولكن راه تشارجا كتشارجا يعني هزها فيما بغيتي حطها فيما بغيتي وتا هي غيكون فيها ثمن زوين. دابا هادو باش نقول لك بحال شي ما عندك من دابا حتى شهر تسعود هذه السلعه اللي تتخدم تبارك الله. السلعه اللي وريت نوريوك دابا ما تحطها تتباع علاش؟ حيت كلشي غيكون قتلو الصهد. هادشي اللي كاين قتلو الصهد ما يشريهاش. يعني تديها معك مثلا غتصيف غتمشي للدار ديال البحر. يلا وريني اللي وراتني الاخت ديال قبيله دايره بحال الكاسك هذه عجباتني. لا 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 هذاك جاي لي ها انتم هذه حمقاتني احسن ما تبقاي شاده شديك اللي كتبقاي شاده بيديك حتى هادي في اللوينات دابا غير باش الناس تعرف راه كاطون فيها 120 ولا 24 شوم لي كولور ولكن اللي جاب غير بياس ولا جوج ما يمكنش يختار ليه اللوان فهمتي واللي لقى عطيه ودي دابا هادي حتى هي ها انتم شفتوا عرفتي فيها راه مجهده راه مجهده ها انتم شفتوا هاد البلاصه وهاد البلاصه كيطلقوا البرد فوالا كدار هنا كتبقاي غدا مرتاحه صافي ملي تكون الطوموبيل سخونه مبرده يعني راه مبرده شفتوا ها اللي حاسب هذا لا واعره واعره عجبتني عجبتني سيرتو كي قلت لكم لي فام فوالي والله الا غادي تنفعكم هذه واعره وغيكون فيها ثمن زوين. شوف انا نقول لك واحد القضيه هادشي اثمنه جد مناسبه. فوالا. ماشي باش نجروا الناس دابا ولكن هادشي بصح راه فيه ثمن مزيان. شوف انا عندي كليان وتنبيع في المغرب كامل هاد السلعه هادي. يعني ملي كنشوف الطلب ديال السلعه عادي راه بالخصوص هادشي ديال لاكليم ماشي كيمشي بالعدد. تبارك الله عليك. من دول هادي العيد عندي هادي راه عندي فيها ثمن مزيان هادي المانيا كماركات هادي. هادي بغوص ديال الشارب. الماركه مزيان. فوالا خمسه في واحد. خمسه في واحد فيها هادو كاملين. فيها هادو كاملين. هانت الريوسه كامل انا نوريهم لكم. شوف هذه الطوب شوفوا شحال من راس فيها. هذه الطوب حاجه مزيانه حاجه مزيانه. هذاك الستيل ديال دايزن اللي نورمالمون كيدير 5000 6000 درهم ها انتما عاد فيها المشطه فيها المشطه الغليظه فيها هذه اللي كتب اللي فيها بحال بحال بابيليز وفيها هذه شوف خمسه في واحد ديال يمكن ديال هي هذه اللي قلت لهم هذيك هي كتطلق البرد هي هذه فوالا. المهم هذه ماركه مزيانه والثمن جد مناسب تبارك الله اللي فيها الطبعه اللي تنقول لها تنكرر انها راه فيها الطبعه الالمانيه يعني. وهذه اللي بغاتها بالتقسيط راه ممكن اللي بغاتها بالتقسيط راه ممكن اي حاجه فوالا شي محل اي واحد بغى بياسه يجي مرحبا
بغى يبيع ويشري جا مرحبا تبارك الله عليك. حيت في الاول كان غير الجمله، دابا حيت بزاف ديال السيدات بقاو كياكدوا على هذه القضيه ودار لكم دابا التقسيط. دابا حنا ندوزو نيشان العيد باش ما نطولوش الناس بزاف. تماما هذه غنحتاجوها اللي مزيانين في هذه الوقيته ديال العيد، تنجيبو برودويات اللي الناس غيتلصقوا فيهم الله في هذه الوقيته هذه، ما نجيبوش شي حاجه اللي ما غاتباعش لهم. تماما يعني كيبقى عاوتاني التيسير ديال الله، كل واحد وكيفاش كيبيع. انا بالنسبه لي هذه راه خدامه على طول العام، غير هي في هذه الوقيته، في هذه الوقيته عليها الطلب. تماما اللي غيبيع دابا مورا العيد خمسه راه غيبيع قريب 100 في هذه 200 بياسه. تماما حطها هذه بوحدها، ما يدير حتى حاجه اخرى كاع، حنا نقولوا تلف، يحطها 10 في هذه. هذه نوع من التجاره، بحال دوك الناس اللي كيمضيو الماس قبل العيد كيديروا هذه القضيه، كيخدموها في هذه. دابا كتبيع هذه السيده كتبان هذه، شوف هذه الثمن ديالها نقولوا بالجمله تدير 20 درهم تبارك الله عليك. الجمله 20 درهم، بغيتيها انت بالتقسيط كتزيدي شويه. شوف نقولوا التقسيط حسبوها 30 درهم صافي مزيانه، زيد 10 درهم مزيانه تبارك الله عليك. وهذه راه الجمله تدير جمله دايره اكثر من 30 درهم، الجمله ديالك حتى تحسبوها بالجمله 20 درهم، تقسيط 30 درهم بجمله 20 درهم. واي موس نمضيه فيها كيف ما كان الحجم ديالو، اي موس تبارك الله عليك. فيها البلاصه بزاف ديال البلاصه. ها انتم شوفوا معايا كيفاش كتجي دايره، شوف تبارك الله. هذه حتى هي من الحوايج، هذه القطعه الاولى اللي اساسيه في العيد الكبير. الثانيه عندك هاد البومبه هذه اللي تتحط فيها الرجل هكا، هادو من الماركات المزيانين اللي جداد في السوق، ما بقاش ذاك الشكل القديم بومبه كبيره. فوالا هذه بومبه غير صغيره ولكن الجهه ديالها راه مزيان، يعني البريسيون ديالها راه مزيان. هذه كتحط عليها بالرجل، هنا كتحط بالرجل باش ما تحركش، يعني عمليه صراحه. وراه كتضرب باي حاجه ديال الطوموبيل تاعك، الطوموبيل البيكالا مثلا، حتى الروسه كاملين دايرينهم هنايا، حتى ديال الكره دايرينهم هنا، حتى الكره بصح. عندك هذا الموديل هذا راه فيه ثمن مزيان، هذا تنحسبوه الثمن ديالو تنحسبوه 35 جمله، 35 درهم، الناس ما تكونش عندها اختلاف، 35 جمله. عندنا الكبير ديالها باش ما يكونش اختلاف، الكبير ديالها فيه باش تعطيك القياس، حتى هو نفس الخدمه كيعطيك القياس، هذا تيدير 45 درهم جمله. جمله السلعه كامله تجيب يعني فارقين ب 10 دراهم، 10 دراهم كتجيب لابواط ديالها، باش حدا راه يمكن راه السلعه اغلبيه جايه بينا بلابواط، ولكن راه كلشي تيجي بلابواط ومبالاج مزيان، حتى هذا الشيء كيلعب دور مهم انك تعطي الكليان بلابواط ديالو وداك الشيء. تبارك الله. ماشي تعطي عليه هكا، حيت هكا ملي كتدخل الشينو هكا راه ناقصه واحد القدر ديال الفلوس، وملي كتدخل هكا راه كتزاد صح، المبالاج كيشد البلاصه وكيشد الفلوس. فوالا تبارك الله عليك. عندك هاد الهاشوار هادي ندوزوها دغيا، هادي هادي فيها تام مزيان، هاد الهاشوار هادي تا هي ضروري كنحتاجوها، لان البصله القزبر المعدنوس 60 درهم، 60 درهم جمله، 60 درهم جمله. هذه راه المهم تنحاول نشرحها في التليجرام، حيت خاصها تجمع تمونطا، تقدر تلصق في الزليج، تقدر تحيد فيها مواس كبار، فبحال لي فونتوز من تحت. شوف القياس ديالها، هذا القياس ديالها هو هذا، شوف المبالاجي راه كبير تبارك الله. هذه الثمن ديالها 60 درهم، هذه راه الحجم الكبير. ايضا واحد الحاجه بغيت نوريها لكم اللي غتنفعكم بزاف، هذه ديال الشنيوله، ديال الشنيوله هذه كتجي كديرها في فوالا، واللي عجبني انها سون ليكيد، اييه وكتخدمها الوقيته اللي بغيتي. فوالا عندك الانسالو ديالك تخدم الوقيته اللي بغيتي، هذه ما دير فيها لا برودوي لا والو، يعني سون برودوي. بزاف ديال الناس اللي انا منهم اللي كنشري لو برودوي كيدير لي حساسيه، يعني كينفخ لي مثلا حلقي، كتبقى تعطسي كتخنقي، ايفيتي من الاحسن. هذه عجباتني بلا برودوي بلا والو، الناس اللي بغيو البياسه، لان ندوي على الناس اللي غيبيعوا ويشريوا دابا. فوالا حيت هذه غير بوحدها تشدها وتدور بها، ولا تشدها تحت هي راه فيها مخيره، الثمن ديالها 17 درهم جملة تبارك الله عليك. ها هي خاصة بشنيولة، شنيولة راه غالي شوية تبارك الله عليك، معي 80 درهم. عندنا ندوزو لهذا البرودوي هذا، لابواط ديالو هي هذه، شوفوا معايا. هذا من الحوايج اللي مزيانين يكون عند أي واحد. علاش؟ حيت فيه البولام هنايا، فيه بولام هنايا، هادشي ديال الطاقة، واخا يكون عندك غير ارتيكل واحد على الأقل. دابا في السفر ودابا كلشي تنظن أن راه واحد 80% تيسافروا، تماما، يعني أغلبية خصو يكون عنده هذا، لا الناس اللي غيبيعوا ويشريوا حتى هما خصهم يبيعوا هذا الشيء، حتى الناس كيحتاجوه. تماما. حيت دابا العيد كلشي كيبغي يسافر، كلشي كيمشي للبلاد، كلشي كيمشي للروبيات، كلشي هكا الشيء اللي كاين. هذا راه تيخدم بالطاقه. هذا شحال فيه بيل؟ هذا شوف فيه بيل هنا واحد. اها. فيه بيل جوج هنايا. اها. فيه بيل ثلاثة. فوالا. تيتشارجا بالطاقة. اها. تيتشارجا بالضوء. اها. وممكن تشارجي به التليفون ديالك، فيه باور بانك. فوالا هذه اللي عجبتني انا. باور بانك بوحدها دايرة واحد نقول واحد 80 درهم 90 درهم. هذا راه فيه داكشي كامل، فيه شي ربعه في واحد تقريبا، يعني الثمن ديالو راه جد 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 مناسب، الثمن ديالو مخير، الثمن ديالو مخير هذا، فوالا مخير. ندوزو لهاد القطاعه هادي، بانت ليا واخا هادي كاين حتى خمسه في ماشي سته البياسات اللي فيها، ولا فوالا حتى هي غنحتاجوها بحال ستيل ديال الاشوار، كتقرد كلشي فوالا. هادي فيها ثمن مخير، المهم شي فيها ثمن قل من 50 درهم تبارك الله عليك، قل من 50 درهم وفيها هادشي كامل. وما دار مخيره باش مونطي راه كدي شوط الوقت، داكشي علاش مباش طويل، كلشي كاين في تيليجرام لي فيديو ديمونستراتيف، كلشي عندنا الوقت هنايا راه تنديروا فيديو تنشرحوها، يعني كما فهمت باش الواحد الا كان بعيد، ما كاينش هنايا في كازا راه تيشوف البرودوي
فيما كان سؤال كان تيسولوا الناس بزاف نحاول نجاوب عليه هنا في الفيديو باش واش كاين الارسال وبشحال الارسال. نحاول الناس اللي حاولوا يطولوا الناس يكملوا الفيديو باش يسمعوا كاع المعلومات. الارسال كاين جميع المدن تنصيفطوا في الكاميو ب 20 درهم. راه الناس تعاملوا معنا اللي تعامل معنا وصلوا كل شيء ديالو مزيان يحاول يدير شي كومونتير باش الناس حدي اخرين يعرفوا كيفاش يخدموا معنا. اذا راك تخلص غير 20 درهم ديال الترونسبور بغيتي الكاميو 20 درهم بغيتي شركه توصيل راه كتخلص 60 درهم 70 درهم 50 درهم صافي كوي كتكون كبيره. فوالا حيت على حساب الوزن. انا كنفضل الكاميو حنا كنتعاملوا معاه حنا عارفينه مزيان انت تعرف غير السلعه ديالك توصلك حتى للمدينه ديالك تخلص 20 درهم حتى الماكسيموم 30 درهم يعني باش انت في تارودات وتوصلك 30 درهم راه مخيره بالنسبه لي انايا بالنسبه لي مزيانه تبارك الله عليك. ندوزو لهذا الفيل هذا الوقت ما بقاش بزاف ماشي مشكل الناس كيعجبهم هكا السلعه ونهضروا عليها وحتى الشروحات اللي بغى يستافد راه خاصو يتفرج من الاول حتى الاخر صافي. عندنا هذا البيل هذا راه بيل محيط حنا ملي كنزربوا ما كنطولوش يقولوا لنا علاش زربتوا علينا ملي كنطولوا الناس ما فيهمش الصبر فما عرفت صراحه كيفاش ندير راك عارف حنا بنتي كلشي باقي يسال حيت كنصوروا مع 9 الصباح راه كلشي باقي يسال كلشي هاد المرتيبه لكم هنا راه كلشي ساد حنا كلشي كيكون حال تماما. عندنا هذا البيل هذا راه بيل محيط هنايا بيل فيه كذلك في هذا المول هذا في هذا المول كيك ليون دي بحال هكذا فيه هنايا في الجنب اللي بتحطوا هكا وفيه هذيك البوله هذه شوفوا 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 الشكل اللي دارت كتبان هكا شتو بحال ستيفان ديسكوتيك هذه جامعه كلشي تبارك الله عليك وغيكون فيها ثمن زوين كما هذا تم مخير. عندنا هذا راه دوزناه ديال هذه ديال التريب حتى هو ما هذا من جبدك هذا حتى هو مهم بزاف. اها شنو هو هذا حتى هو كيخدم بالطاقه هذا تيخدم بالطاقه المهم انا نشرحه لك بلا ما فيه بوله فيه بوله ديالو فيه بوله ديالو هذا كيتشارج بالطاقه ولا كنتي مسافر ولا هذا كتقدر تبرونشي بهذا البوله وتتعلها اها فيه هو تشارجي منه التليفون وتشارجي منه اي حاجه هذا تبارك الله هذا كيكون مجهد على هذا الاولان هذا داير شويه ثمن ولكن تنظن يعني صحاب على حساب ثاني الجوده وكي قلتي والجهد هذا جامع كلشي طاقه كبيره هذا اه فوالا هذا اللي تيكون مسافر وما عندوش هذا راه تيخدم ليه تبارك الله يعني تيفهم بزاف ديال المرات وفي يخرج منه بوله يقدر يديرها في لاطون ديالو ولا هذا تبارك الله عليك عندك هادي هادي هذه اللي كتشوفوا في مثلا في لي فيديو تيك توك مثلا برا كينظفوا بها مثلا لي سال دو بان مثلا لي كويزين كي صراحه زوينه يعني كتنظف الاسطح شوف حنا جايبين هذا الموضوع نسيو الناس باش يشوفوا الفريج ديالك شفتوا هذه كتحك بها هكا ما عندي اش قلت لهم انا البوطاج مثلا لي فاس كلشي وهذه كتشارجا وكيتبدل لها هذا الراس هذا ها هو يعني هذا رطب شويه باش نقص هذا حر شويه ممكن حتى هذه ديالها كاين هاد اللعيبات ديالهم تاع بحال لي تبارك الله عليك كتشارجا بوطون دابا راه خدامه بلا كاب الكاب ديالها راه تيكون في لابور ودائما البيع بالجمله والتقسيط بغيتي الجمله مرحبا بغيتي التقسيط مرحبا غنبقى نقولها دائما واخا انا عارفه في الاخر لتحت غتقولي لي واش ممكن ناخذ بياسة كاين هاد الساعه هادي الساعات راه كاينين بزاف ديال الساعات جداد ما وريناهمش نحاولوا تبارك الله عنده بزاف السلعه راه ما تنقدروش نبينو كلشي كاين هاد الساعه هادي هاد الموديلات جداد كاملين موديلات جداد هي دابا كتحط تتحط وتتعلق بجوج نقدر نعلقها هادي فوالا صافي وغير بغيتي تحطها راه تحطها شفتو حتى هي الديزاين بحال فينتيج قديمه شويه شفتو كيفاش كاين فيها البيض البيض والكحل ديالها والكحل فوالا نمشيو لهاد الماساج هذا هذا بيستولي قياس كبير هذا بيستولي قياس كبير هذه راه اللي كتكون عند ناس الحجامه اييه وهذا بيستولي قياس كبير يعني راه فيه يمكن ناس بعد ديال ها مريوصه ودرنا صرا كاملين فيه هذا كتركبوه هنايا ولا تركب الراس اللي بغيتي هذا عندي انا في الدار واعر كينفع راه تيخدم مزيان ها هو ها والله الا كنديرو تما يدي كتشفي فوالا عمقي زوين كبير موطور كبير الناس يشوفوا يقول لك راه كاين واحد قل منه لا كاين الصغير وكاين الكبير هو فيه هذا الموطور مزيان فهمتي الله يعين مزيان وكما يكون فيه مزيان دابا حنا راه نكونوا هنا وصلنا واحد 1500 درهم ديال السلعه شوف شحال ديال السلعه دوزنا شوف شحال يعني يقدر يعني هاد السلعه تبارك الله عليك غير واحد هي كياسه كياسه ولا جوج جوج ويتوكل على الله تبارك الله شوفوا شحال ديال لي زارتيكل وكيف ما قال لكم يلا 1500 درهم تقريبا لك تاخذي بياسه 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 ولا جوج 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 اولا وحده غتاخذي منها جوج وحده غتاخذي منها ثلاثه كيف ما بغيتي هي ديال الكاميرا نحاولوا نزربوها باش نطولوا شويه هذه بالتليكوموند ولكن هذا موديل جديد كنا ورينا موديل قديم شحال هذا هذا موديل جديد يعني موديل نقدروا نقولوا احسن منه ماشي احسن منه كل مره كيخرج فيهم الجديد هما علاش فيه هنايا هذه كتبقى تكليون ديال الاحمر هذه كتبقى تكليون ديال الاحمر بالليل يعني فيها كتبان كاميرا كاميرا هنا كتعلق راه فيها السيبور ديالها كتعلق هكا هذا موديل جديد حكايه موديل قديم غير كطيح هي بالطاقه غير كيطيح الليل هكا تتشعل وتتشعل راه فيها الدوتر مشدود شفتو ومجهده وعجبتني كي قلتي فيها هذه كتبقى ها هي كتبقى تكليني وطي شفتو
كتكليني الطيب الاحمر على اساس انها راه كاميرا، انها راه كاميرا، مي هي راه غير لومب يعني بحال كتخدع واحد شويه. نوريك واحد الحاجه اللي تخدم في هذه الوقيته هذه، عندنا واحد الفيل ديال الطوموبيل، هذا الفيل ديال الطوموبيل فيه بزاف ديال الحوايج. هذا فيل فيه مطرقه، فيه موس هنايا على قبل السمطه، اها ومع هو الفيل ديالو شفتو، فيه تاع الجنب هذا، هذا فيه حاجه واحده اخرى حتى هو، هذا ديال المهم شي حاجه سكر هكا ديال فيه باور بانك، هذا فيه صغير فيه باور بانك تقدر تشارجي ما يشدك لا اسباس لا والو. هذا على حسب شويه على تحسب في الطوموبيل ولا هذا تهرس الزجاج، هذه راه مطرقه على الزجاج، هذا موس على قبل السمطه، اها وهنايا على قبل هذه باور بانك. لا قدر الله الانسان كيوقع في شي ما كتعرفوش اشنو كيوقع، تيكون عندك هذا في الطوموبيل مخير. هنا هاد الرشاشه هادي شوفوا معايا ثاني، هاد الرشاشه هادي هادي ركب فيها، شوف باش نشرح لك مزيان، هادي هنايا فيها بلاصه ليكيد، تقدر دير ليكيد هنايا بحال اش ليكيد، نقدر مثلا ندير شامبو ولا اي حاجه، اي حاجه ديرها هنايا، هذا راه كيفلتر الماء هنايا، كدير هكا كتبرونشي يعني نقدروا نقولوا مثلا رشاشه بالفلتر. اييه مخيره، حيت كاين السيدات اللي كتبغي تغسل شعرها وكتبغي انها تفلتري الماء. هو هذا مخيره. كتحكم في الماكينه باش يخرج. واش مجهد واش مجهد؟ هذه كدير البخار في الحمام. تبارك الله عليك. الا جهدتي راه غدير لك البخار في الحمام. كاينه رشاشه واحده اخرى حتى هي. كاينه هذه. هذه ما فيهاش بلاصه، ولكن كتحكم في الماء هنايا، تقدر تلبس الماء هنايا وكتوزع الماء كما بغيتي. تبارك الله عليك. وصحيحه. فوالا كاينه عندك هاد الهاشوار هادي تخدم سون فيل، راه فيها جوج مواس، كاين هاد الموس وكاين هاد الموس، كتدي 50 درهم جمله هادي تيب لاخيط، يعني هي كتورك دابا راه ما مدي شارجيا فوالا، تيب لاخيط تخدم بلاخيط كتشارجيها وصافي، غادي تقرد الزبار اي حاجه تقردها الثومه. عندنا هاد ديال البومبه ديال الماء، لا بومب هادي هادي دابا ضروريه، هانتوما كتجي على هاد الشكل، واخا توريها لهم غير الناس الجداد واخا دورها لهم، هانتوما كديروها في القرعه شفتو، كتطلع راه هذه ديالها واصله حتى لتحت هنايا تماما، كتطلع الماء دايره عمليه، يعني اي واحد تقدر تكون بلاص ما تبقاي تهزي مثلا القرعه ديال 5 لتر وكل مره تكبي منها وتكب الماء، هذه زوينه عمليه عمليه، وغتكون حتى ديال تكون حتى ديال غير كتشارجا غتكون غتكون عندنا تبارك الله، تورك على بوطونه تطلع لك الماء تبارك الله، ديال 5 لتر ونيت ديال 5 لتر فوالا، وللاشاره شرا ما بيناش كل شيء، باقي عندنا بزاف ديال لي زارتيكل ما غاديش نطولوا عليكم، مرحبا مرحبا وشكرا لكم، الله يحفظك السي صحراء بارك الله فيك. بالنسبه للرقم ديالو راه غيبان لكم على الشاشه، مره اخرى عطيهم العنوان، واخا حنا نعطيهم الناس عطيهم العنوان بزاف، اه حنا كاينين في كراج علال بالضبط حدا قهوه دبي، قهوه دبي فين جات؟ الا كنتي طالع من القريعه وغادي لضرب عمر، جات هي قبل القصة، فوالا القصر بواحد 200 متر كتجيك على يدك اليمين، الا كنتي هابط الا كنتي طالع كتفوت القصر كتجيك على يدك اليسار، قهوة دبي هي الروبير، هي وصل ليها ما تلف ما والو، خذ النمرة اللي كاينة تما، حيت بزاف ديال الناس كيجي من بلاصة بعيدة وما جيبش معاه التليفون ديالو ولا ما جيبش شي حاجة، قصر يترا كبار هنايا، يعني وصل القهوة نهبطوا عندك حيت هما كاينين فوق القهوة، هما راه كاينين فوق القهوة، هما القهوة دابا كيدخلوا من الباب التحتاني، تماما الباب التحتاني راه تيمشي ما يدخلش عندنا حنايا، غيمشي للعمر، وقف حدا القهوة تلفتي سولتي وراوك مرحبا تلفتي عيط لينا نهبطوا عندك فوالا. شنو من النهارات اللي ما كتكونش فيهم؟ غير الجمعة غير الجمعة، يعني الناس اللي بغاو يجيو فوالا ما يجيوش يوم الجمعة كامل، التوقيت من الشلاش من 9 ونص هكاك حتى ل 5 ونص تبارك الله عليك، والرقم ديالو يعني تا اونتخ ميدي تبارك الله عليك، الرقم ديالو راه كيبان لكم على الشاشة، تيليجرام المعلومات كاملة غنعاود نحطها لكم في صندوق الوصف، وعلاش لا سي صحراوي نمشيو دابا نوريو الناس، يلاه نديرو من عند جديد، هانتوما راه كيبان لكم هنا مجموعة ديال المحلات، هانتوما راه حيت الصباح حنا كنصورو باقيين سادين، هانتوما غندير لكم من عند شفتو هانتوما، ملي كنقول لكم قهوة دبي راه القهوة ملاصقة معاهم هما، هما قرابين الكراج علال، هانتوما ها هو الكافي شتو، ها هو الكافي، هادي قهوة دبي، حنا خرجنا برا، اللي هابط من هانت اللي جاي دابا اللي جاي هانت اللي جاي من القريعه ديال القريعه ياك، اللي جاي من القريعه راه هابط ضرب عمر هنا ياك، هذه هي القهوه، ها هي القهوه، شوف هذه القهوه، هذه لكم بحال هكا ها انتم، ها هي دوبي، ملي كتجي كاين هذا الباب راه ما تيبانش، هذا الباب هذا شتو هو هذا الباب، هذا هو الباب، راه هذا هو الباب ديال التجاري دوبي، شتو هانتوما ها هي شتو ها هي، تبارك الله عليك فوالا، وهذا شارع محمد السادس، هانتوما ها الطرام ها الطرام ها هو الطرام ديز، شتو ما عندكم فين تلفوا، ها قهوه دوبي وصافي وكنطلعوا من هنايا صافي شتو الكافي كي قلت لكم ها هو كتخليوه هنايا وهذا هو الباب، طلع الدروج الدور الاول على يد اليمين، واي حاجه مثلا ما عرفتوهاش الرقم راه كيبان لكم على الشاشه غتعيطوا عليهم غادي يجاوبوكم، تيليغرام وكلشي غنخليه لكم ان شاء الله في صندوق الوصف، اللي تيعيط
ما يعيطش بيا، يعيط بالنهار حتى كيجاوبهم شي واحد السيده قريتها قالت ما تنجاوبوهاش، ماشي ما جاوبناهاش، هي هذيك السيده، هذيك السيده كتعيط بالليل بالضبط، تماما عيطت بالليل، يعني اللي بغى يعيط يعيط من الصباح حتى العشيه ضروري نجاوبوه. تبارك الله عليك. الله يبارك للجميع، شكرا لكم بزاف. الله يحفظك، الله يحفظك السي سفيان. الله يبارك يا ربي امين، هانتوما هو هذا المحل هانتوما، زعما عندكم فين تلفوا هو المحل. فوالا، وشكرا لك السي الصحراوي مرة أخرى، الله يحفظك بارك الله فيك، وشكرا لكم حتى أنتم متابعي القناة، كنتمنى هاد الفيديو تكون عجباتكم، كنحاولوا نخليكم أجور، يعني واخا كنقول لكم راه كاين تيليجرام، مرة هكا كندير لكم فيديوهات باش نوريكم الجديد، شكرا لكم على حسن المتابعة، مبروك عواشركم، نقول لكم سلامة، نتلاقاكم إن شاء الله في فيديو جديد.